مديري شخصي، مع دولتي رئيس ومع هكتور ومع الزملاء اللي باللجنه. اوكي. بس ما هن ما عم بيجتمعوا، ما عم بيجمع اللجنه، الرئيس ما عم بيجمع. اذا بفرجيك الرسائل والواتسابات والمناشدات والترجي، تفضلوا نجتمع كلجنه. انا طالع طالع على سوريا، تفضلوا نجتمع. وطبعا غطيت حالي قانونا لانه انا بعرف كيف ممكن يشتغل ميقاتي. كثير شغلات قرارات اخذناها مجلس الوزراء ما كان نزلها بمحضر الجلسه. كثير قرارات. كيف غطيت حالك؟ غطيت حالي هلا بشرح لك كيف غطيت حالي، معلش انا بعرف طريقته بالعمل يعني. كيف يعني قرارات تاخذوها وما ينزلها بالجلسه؟ يعني مثلا قرار تكليفي بتطلع على سوريا بشهر 4 اللي كل الوزراء كانوا موجودين وحكي حضرتك كفي بسوريا وموجودين كلهم، فخامه الرئيس موجود. بفتكر ما نازله بمحضر الجلسه. ما نازله؟ لا. باجتماع عوده النازحين ما كان في امين سر عم يدون. يا عمي بتجتمع لجنه ما بيكون في حدا عم يدون وبيعمل بيان مثل ما صار من يومين. كل شيء حساس انا معني فيه ما كان ينزل بمحضر الجلسه. حتى بلجنه صياغه البيان الوزاري اللي انا كنت فيه حط كل الاسماء الا اسمي. طب وحضرتك رجعته للامين العام شو قال؟ قال لانه انت رفعت ايدك وشاركت من خارج المدونين على الاسماء، يعني حجج 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 صغير. المهم بس المشكلة شو معك سياسي يعني؟ حتى بالاشياء يعني هو من الاساس ما بده يكون موزر حدا محسوب على الحزب الديمقراطي اللبناني، فرض عليه. ما بدهن يكون فاعل، ما بدهن يكون فاعل من اول يوم. بدهن زيادة عدد وهيدي طويلة كثير على رقبة اي واحد بحاول يحجمني. بليز ما بدي انفعل واحكي بهي. طيب خلص قبل ما تنفعل خلينا نحكي بالخطة. نعم. كل شيء ايجابي. بعدين نحكي فيه. نحكي ساعتين. تفضل. بس كيف حميت حالي؟ انا من بعد ما عملت زيارة لرئيس الجمهورية، لفخامة الرئيس، ولدولة الرئيس نبيه بري، وبلغت وزير الخارجية بالواتساب فرجيك هني، وبلغت هكتور، وبلغت دولة الرئيس، لا كان يرد. بلغتهم انه شو؟ انه طالع على سوريا. طالع، انه انا طالع. وبدنا توجهاتك. ما كان يرد. بعدين اخر شيء بعت لمدير مكتبه، يا اخي انا طالع حدد لي موعد، جاوبني قال بلكي لما ترجع. عندك واتساب منه كمان؟ موجودين كلهم موجودين موثقين. قال له طيب ما مشكله، نحن حسب التكليف اللي انا عامله حسب الكتاب اللي وديت لكم اياه على الامانه العامه موجه لدوله الرئيس. عندي اياه هذا الكتاب، رح احط اعرضه على الهواء، اللي هو نعم بتاريخ 8/7/2022. حضرتك طلب كتاب الى ميقاتي اسمه العنوان الصوره طالب. فينا نشوفه على الهواء حضرتك تشرح لنا عنه اكثر. طلب موعد من الجهات السورية المعنية بملف النازحين السوريين للبنان في الجمهورية العربية السورية، تكليفي من قبل اللجنة الوزارية لإعادة النازحين بالإشارة للموضوع والمرجع له للتفضل بأخذ العلم أني طلبت موعدا من المعنيين بملف النازحين السوريين لزيارة سوريا من خلال السفير السوري بلبنان. هو بعث على الخارجية والخارجية جاوبتنا وعطونا حددوا لي موعد الأربعة اللي فائت. وهيدي استلمها كمان هون، استلم الرقيب أول زريقة ومكتوب عفوا. هيدا الكتاب اللي بعته، يعني ما في حدا يقول ما وصل هيك أو نانت موضوع الزيارة. هذا القانون اللي استلم الرقيب أول زريقة اللي هو بالسرايا. القانون لما تبعت الكتاب وما يصير فيه اعتراض. نعم خلص صار قانون. خلص صار ايه صار علم يعني. عندهم علم وخبر، ما حدا اعترض. طيب هلا يعني لأنه ما كانوا متوقعين إنه ينجح بالشكل فما حدا اعترض. على كل حال ليس شو بدنا بالموضوع؟ خلينا نحكي بايجابيات الخطه. لا هلا اوكي طلعت على سوريا. طلعت بامن طلعت. تم استدعائي ربع الفائت. اوكي. انا طلبت منهم لاصدقائنا انه بدي اتريس، بدي اعمل زياره لفخامه الرئيس والمرجعيات، انا تريست. اوكي. رحت لعند فخامه الرئيس. قال لي الله يوفقك وهيدا المشروع كثير مهم وهيدا حيوي وطني وكل الدعم. الرئيس نبيه بري نفس الشيء. وحده ميقاتي تحفظ. علما شو تحفظ يعني؟ يعني ما عمل موعد، رحت على سوريا من دون ما يكون حدد لك موعد، قال لك بس ترجع. اوكي هلا انا بهذا الموضوع بالشق المتعلق بميقاتي في عندي شخص كثير بحترمه، وزير الرياضه الشباب والرياضه هو صديقي، طلب مني ولح يعمل لي زياره. انا فهمت قبل ما اطلع بيومين، قلت له اهلا وسهلا فيك بس انا مش ببيروت. قال لي بطلع لعندك على علي. انا فهمت رجل وفاقي. ايه في مثل الوفاق بس اثنين يختلفوا. هيدي من بعد ما رجعت من سوريا؟ لا لا قبل ما اطلع بيومين. قبل ما تطلع. ايه. اوكي شو صار؟ قال
قلت له شرف، قلت له انا نازل عند معالي وزير الدفاع، قال لي بنزل انا وياك يلا. سبقني، قلت له انا بعرفك رجل وفاقي ومحترم حتى ما ضيع له وقته. قال لي صحيح، انا بهمني انت والرئيس ما يكون في زعل. قلت له ابدا، شوف اتصالات وشوف وشوف. قال لي طيب محلوله، هلك نحكي عند وزير الدفاع. هو على الطريق حكي مع مين؟ حكي مع الرئيس ميكاتي. مع الرئيس ميكاتي بس وصلنا واجتمعنا. بقول لي وزير المعالي وزير الدفاع، بقول لي اتصل بالرئيس ميكاتي. قلت له بس ما عم بيرد. قال لي يا خي حاول اتصل. اتصلت رد. قال لي بالتوفيق بس ترجع بشوفك. يعني بس هيك؟ هيك بده رئيس بالنهايه. قال لي انا ماشي الحال. بس رجعت بتفاجأ انه بدل ما يشكروني على المبادرة ويثمنوا الجهود ويناقشوا الخطة ويعطوني دعم، قال له وكيلك فت على لقاء استجواب. مين كان في باللقاء؟ وإيداني. مين كان في باللقاء؟ كان في باللقاء كل الوزراء. على الاجتماع الوزاري قصدك؟ اجتماع وزارة تصريف الأعمال. كثير كنت مزعوج. ليش استجواب يعني؟ شو كان؟ أول